الله وبركاته. مساء الخير جميعا. حيا الله أخو يزن ختيمة الله أخو هشام علي. الله يحييكم جميعا. الله يسعد مساكم وجميع أوقاتكم. اليوم بإذن الله تعالى راح يكون عندنا إحدى دروس. مساء الخير يزن. بإذن الله تعالى راح يكون اليوم درس 22 في دروس المدرسة الإلكترونية التابعة لمشروع مكعب دراسة تطوير التعليم، وفي الصف الثاني ثانوي نظام عام كيمياء مادة الفصل الدراسي الأول الروابط التساهمية. الصوت واضح يا إخوان؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ جميل. المقدمة طبعا عنوان الدرس اليوم الروابط التساهمية الأحادية. إذا في أي ملاحظة على الصوت أعطونا خبر عشان حنا ما ندري إيش الوضع عندكم، فأعطونا خبر إذا في أي ملاحظة على الصوت. مقدم المادة أخوكم ثامر الأحمري، على بركة الله. طبعا إذا تذكرون في درس ماضي أخذنا الروابط التساهمية وعرفنا أن الرابطة التساهمية هي رابطة ناتجة عن اتحاد لافلز مع زائد إيش لافلز، وأن الرابطة التساهمية هي أحد نواتج الروابط الكيميائية. إذا تذكرون الروابط الكيميائية كانت تنقسم إلى ثلاث أقسام، أخذنا منها الرابطة أيونية، وأيضا يا شباب الرابطة إيش؟ في رابطة أخرى؟ رابطة أخرى؟ الرابطة فلزية. طبعا هذه مرت علينا، ممتاز يزن. وأخيرا درس اليوم هي الرابطة التساهمية. طبعا هذا درس ماضي، ولكن اليوم رح نأخذ تفصيل آخر لمادة أخرى موجودة فيه. إذن هذه الرابطة التساهمية، الرابطة التساهمية هذه كلها استعرضناها في نقاطنا السابقة. في درس اليوم من أهداف الدرس اليوم أن يكون الطالب أو الطالبة قادرين على أن يذكر كيف تتكون الروابط التساهمية الثنائية، ويمثل على كيفية تكون الرابطة التساهمية الثلاثية. طبعا درس اليوم الروابط الثنائية والثلاثية يسمونها الروابط التساهمية المتعددة، الروابط التساهمية المتعددة، يعني مر علينا مفهوم الرابطة الأحادية، الرابطة الأحادية. إذا هذه من أهدافي في درس اليوم. إذا يمثل أن يفرق بين الرابطة سيجما والرابطة باي، وأيضا يحدد أو يعدد العوامل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته العنود. يعدد العوامل التي تؤثر في قوة الرابطة التساهمية، يربط بين نوع الرابطة التساهمية وطولها، هذه كلها اليوم راح نقيسها معكم اليوم، يفسر العلاقة بين الرابطة التساهمية وطولها. إذا هذه نقاط جدا مهمة أحتاج من الطالب في الأخير أن يقيسها على استيعاب الطلاب وفهمهم لدرس اليوم، على بركة الله. ماذا نقصد بالرابطة التساهمية الأحادية؟ الرابطة بين الهيدروجين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله. الرابطة بين الهيدروجين والهيدروجين هذه رابطة تساهمية أحادية. إذا الرابطة بين الهيدروجين والهيدروجين هذه رابطة تساهمية أحادية. الرابطة بين الأكسجين والأكسجين هذه رابطة تساهمية ثنائية. والرابطة بين النيتروجين والنيتروجين هي رابطة تساهمية ثلاثية. إذا الروابط التساهمية تأخذ ثلاث أنواع: رابطة تساهمية أحادية، رابطة تساهمية ثنائية، رابطة تساهمية ثلاثية. الرابطة التساهمية الأحادية سبق الحديث عنها في درس ماضي، وعرفنا كيف تتكون الجزيء الهيدروجين. عرفنا الهيدروجين يساهم بالإلكترون، الهيدروجين الثاني يساهم بالإلكترون فتتكون الرابطة. اليوم دراستنا تتركز على كيف تتكون رابطة تساهمية ثنائية وما نوعها، والرابطة التساهمية الثلاثية وما نوعها. يعني هنا عرفنا في درس سابق أن هذه تكون ما يسمى بالروابط سيجما، وهنا روابط راح نعرف إيش أنواعها. لاحظوا معي كيف تتكون الرابطة الثنائية، أو كيف تتكون رابطة ثنائية ومن أشهرها جزيء الأكسجين. الأكسجين يا إخوان، بس بعطيكم لمحة،
الأكسجين جزيء الأكسجين O2 هذا لا يمكن أن تجده إلا برابطة ثنائية بشكلها، لا يمكن، يعني مستحيل تجد الأكسجين يأخذ الحالة هذه، مستحيل. دائما الأكسجين يحط نفسه برابطة ثنائية، وهذه نقطة يجب أن تتنبه لها، وهي من أهم مهارات الاختبارات التحصيلية اللي ممكن تأتيك. ولذلك الهيدروجين دائما يأخذ الرابطة الثنائية، دائما يأخذ الرابطة الثنائية. كيف تتكون؟ هذا الأكسجين ذرة والأكسجين ذرة ثانية، كل أكسجين في التمثيل النقطي يحيط نفسه بست إلكترونات، وهذه ست إلكترونات. لاحظوا كيف الإلكترونات المفردة تتقابل بالشكل هذا، هذا يتجه مع هذا، والآخر يتجه مع الإلكترون الآخر في حالة تقارب تجاذب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد، أهلا وسهلا. فيحدث التجاذب بين الإلكترونات هذه، الإلكترون هذا مع الإلكترون هذا، ويكون الرابطة التساهمية الثنائية، الرابطة التساهمية الثنائية زي ما تكون معي هنا. طيب تعالوا لي الرابطة التساهمية الثلاثية. يعتمد تكون الرابطة التساهمية على ما يسمى بعدد الإلكترونات المفردة، عدد الإلكترونات المفردة. شوف عدد الإلكترونات المفردة هنا لذرة النيتروجين، 1 2 3، هذه كلها جاهزة لتكوين روابط. وهنا كم إلكترون مفرد؟ 1 2 3. لما يحصل تقارب بين الذرتين الإلكترونات المفردة تتجاذب فيما بينها وتكون الرابطة التساهمية الثلاثية، وحصل أن تكونت الرابطة التساهمية الثلاثية. ولذلك يا إخوان دائما دائما انتبهوا معي، وهذه نقطة جدا مهمة، دائما لما تكتب الصيغة البنائية للـ H2 هو H رابطة واحدة H. طيب N2 هل هي تكتب بالشكل هذا؟ الإجابة هذه خاطئة، لابد النيتروجين يكون ثلاث روابط تساهمية، أو عفوا رابطة تساهمية ثلاثية، رابطة تساهمية ثلاثية. طيب الأكسجين كم يا إخوان؟ هاي يا إخوان ممتازة ما شاء الله، ممتاز يا زين، أحسنت، ممتاز. إذا يكون الرابطة التساهمية الثنائية، وهذه مهارات جدا مهمة. إذا الهيدروجين يحط نفسه دائما بكم رابطة يا إخوان؟ الهيدروجين يحط نفسه بكم رابطة واحدة، والنيتروجين ثلاث، والأكسجين ثنتين. وعرفنا كيف تتكون، ممتاز، أحسنتم، بارك الله فيكم. عرفنا يا إخوان كيف تتكون الروابط هذه، عرفنا كيف تتكون الأكسجين، وكيف تتكون النيتروجين، وكيف تتكون الهيدروجين. مما تتألف الرابطة التساهمية المتعددة، المقصود بالرابطة التساهمية المتعددة، شو المقصود بالرابطة التساهمية المتعددة؟ هاي يا إخوان، شو المقصود بالرابطة التساهمية المتعددة؟ هاي شباب الثلاثية، أحسنت يزن، وأيضا الثلاثية و أيوة معكم، ها ممتازة ما شاء الله، والثنائية، أحسنت، ممتاز يزن، ما مداك تكتب ثنائية زين يزن، باي رابط باي راح نعرفها الآن، راح نعرفها الآن أخوي محمد، أحسنت يا العنود، ممتاز يزن. مما تتألف الرابطة التساهمية المتعددة، الرابطة التساهمية المتعددة تتألف من نوعين من الروابط، رابطة اسمها سيجما ورابطة اسمها باي. وركزوا لي على مفهوم سيجما وباي، وهي مصطلحات راح تواجهنا في الروابط التساهمية، في الروابط التساهمية. الرابطة سيجما والرابطة باي كيف تتكون وأين تتكون؟ إذن الروابط التساهمية المتعددة لابد تتكون فيها سيجما وباي. طب الرابطة التساهمية الأحادية، الرابطة التساهمية الأحادية لا يوجد فيها إلا روابط سيجما، لا يوجد فيها إلا روابط سيجما، أي رابطة تساهمية أحادية، ممتاز، سيجما فقط. إيش معنى السيجما؟ اللي هي التداخلات الرأسية بين مستوي S و B. لاحظوا معي، مما تتألف الرابطة التساهمية المتعددة، تتألف الرابطة التساهمية المتعددة لجزيء الأكسجين من رابطتين، اللي فوق هي سيجما واللي أسفل هي باي. تداخل سيجما يسمونه، عليكم السلام أحمد، وتداخل من نوع باي، وتداخل من نوع باي. يعني لو جينا يا إخوان، لو جينا على الهيدروجين، الهيدروجين رابطة تساهمية واحدة، إذا على طول هذه نوعها سيجما، على طول أي رابطة تساهمية أحادية نوعها سيجما، وهذا رمز السيجما، وهذا رمز السيجما. طيب لما يكون عندي رابطة تساهمية ثنائية، رابطة تساهمية ثنائية، هذه الرابطة التساهمية الثنائية
تأخذ حالتين، اللي فوق راح تكون سيجما، واللي في الأسفل راح تكون من نوع باي، راح تكون من نوع باي. واضح؟ واضح؟ وهذا دائما ثابت، وهذا دائما ثابت. طيب لما يكون عندي رابطة تساهمية ثلاثية بالشكل هذا، هنا يا إخوان الوضع يختلف، راح يكون عندي التالي، راح تكون اللي فوق هي من نوع باي، واللي في الأسفل من نوع أيضا باي، واللي في النصف هذه راح تكون من نوع سيجما. إذا أتمنى الصورة تكون واضحة بالنسبة لروابط سيجما وباي. لاحظوا لما يكون عندي رابطة تساهمية واحدة على طول هي رابطة سيجما، على طول هي رابطة سيجما. لما يكون عندي رابطة ثنائية اللي فوق راح تكون سيجما، واللي في الأسفل راح تكون باي. لما يكون عندي رابطة تساهمية ثلاثية اللي في النصف سيجما، واللي في الأعلى واللي في الأسفل راح تكون باي. وهذا ما وضح لنا الشكل أمامكم. لاحظوا سيجما باي، وهذه التداخلات الرأسية. احنا يهمنا نوع التداخل. لاحظوا هنا، طبعا هنا ما هي واضحة في الرسم بشكل مضبوط، لكن اللي حصل ان اللي في النص سيجما، واللي في الأعلى واللي في الأسفل هي باي. حدد نوع الروابط داخل كل جزيء. الصورة يا إخوان الشريحة فيها واضحة ولا فيها لخبطة شوي؟ ما تطلع أمة الله، ما تطلع غير أمة الله. الشريحة واضحة معكم؟ مشوشة؟ نعم هي مشوشة، هي مشوشة في الحقيقة. طيب يا إخوان هنا يا شباب وضحت لكم قبل شوي، وقلت لكم الرابطة هذه وش نوعها، والرابطة هذه وش نوعها، والرابطة هذه وش نوعها، وأيضا الرابطة هذه نوعها، والرابطة هذه وش نوعها، والرابطة الأخيرة وش نوعها. من يعطيني أنواع الروابط هذه؟ من يعطيني أنواع الروابط؟ العنود تفضلي، العنود تفضلي، العنود اكتبي لي نوع الرابطة اللي بين ال H وال H فقط، أعطيني الرمز بس، الرمز. أمة الله ما هي واضح معك الشريحة، واضح، ممتاز، أحسنتي العنود. يزن، يزن، يزن ارجعي في الصفحة وارجعي مرة ثانية، ارجع. انا برجع وبرجع مره ثانيه، معلش. طيب اوكي انا برجع وبرجع. طيب كذا واضح معك؟ كذا واضحه يزن؟ تفضل يزن، اخوي يزن، قلم معك يزن. عطني الرابط هذا من اي نوع، والرابط هذا اللي في الاسفل من اي نوع؟ اللي فوق من نوع سيجما، طيب بسرعه بس، واللي في الاسفل من نوع، ممتاز، من نوع باي، ممتاز. طيب عندي نيتروجين هنا، النيتروجين محمد صلاح، تفضل اخوي محمد، محمد صلاح، قلم معك اخوي محمد. اللي في الاعلى هنا ماذا تسمى؟ قلم معك اخوي محمد. محمد القلم تاخذه من الشريط اللي على يدك اليسار، ثالث ايقونة على يدك اليسار، في قلم اضغط عليه بالماوس ويستجيب معك. اخوي محمد معي؟ طيب محمد عشان الوقت بس، محمد مرة ثانية، شوف الشريط اللي على يدك اليسار، في أيقونة قلم، ثالث أيقونة على يدك اليسار، واضح؟ اضغط كليك عليه بس، وروح اكتب بالماوس، اكتب بالماوس، كأنك تحرك الماوس بس. محمد مو محمد ما وضحت معك؟ طيب محمد، فهمتني يا محمد بس؟ عشان الوقت أخوي محمد. طيب شوف غيرك محمد، أحمد خالد زياد، أحمد خالد، تفضل أخوي أحمد. أحمد تفضل، اللي في الأعلى ماذا تسمى؟ ممتاز، يا سلام عليك يا أحمد، أحسنت، بارك الله فيك أحمد، ممتاز. هنا يا إخوان يحدث التداخل في تكوين الرابطة باي، رأسي بين مجال الطاقة ثانوي، رأسي بين مجال الطاقة بي وبي، جانبي بين مجال الطاقة الثانوي اس وبي، جانبي بين مجال الطاقة بي وبي. بعطيكم نقطة بس توضيحية بالنسبة للجزئية هذه. التداخلات باي، التداخلات باي دائما تتكون نتيجة التداخلات الجانبية اللي بالشكل هذا بين مستوي اس بي وبي. التداخلات الجانبية دائما هي ناتجة عن تداخلات جانبية. السيجما، السيجما ناتجة عن تداخلات رأسية بالشكل هذا بين مستوي بي وبي، وبين مستوي اس وبي. هذه بالنسبة لتكون الروابط، بمعنى
هذه الروابط تتكون فيها سيجما التداخل هذا، وأيضا يتكون سيجما هنا. لكن تعال لاحظوا معي التداخلات هنا جاية بالشكل هذا مرة ثانية. إذا الروابط سيجما ناتجة عن تداخلات رأسية، روابط باي ناتجة، الآن وضحت، أنا أخرت الصورة. أحمد خالد، طيب يا أحمد كذا شريحة واضحة، الصفحة بيضة واضحة، كذا الصفحة بيضة واضحة يا إخوان. طيب كويس، مرة ثانية. يا ساتر، أنا ما أبغى أكتب تحت وهي مستجيبة اللي تحت. إذا مرة ثانية، التداخلات الرأسية الناتجة عن سيجما، سيجما أي تداخل رأسي هو يكون رابطة سيجما. التداخلات الجانبية بين بي وبي يعطيني رابطة دائما من نوع باي، تداخلات جانبي، هذه يسمونها تداخل جانبي، تداخل جانبي. هنا بين بي وبي يعني شكل المستوى بي، ممتاز. سيجما رأسية وباي جانبية، هذا ايش؟ سيجما رأسية وباي سيجما رأسية والباي تداخلات جانبي، تداخل باي مع باي. وأيضا هنا تداخلات يعني أي تداخل بين بي وبي جانبي يعطيني رابطة باي، أي تداخل بين بي وبي بشكل رأسي يعطيني رابطة سيجما، أي تداخل بين بي وإس، بي وإس أي تداخل على طول سيجما، بمجرد أنك تشوف إس مع بي يعطيني روابط سيجما، تداخلات إس وبي. لاحظوا معي، هو يتحدث عن تداخل في تكوين الرابطة باي. الرابطة باي، أول شيء الرابطة باي لا يمكن أن تتكون إلا في التداخلات الجانبية، رأسي على طول سيجما، بينما جانب طاقة إس وبي أصلا تداخلات إس دائما رأسية، وإس بمجرد أنك تشوف إس تعرف أن هذا تداخل سيجما على طول، على طول. الجانبي اللي بين بي وبي هو المسؤول عن تكوين الرابطة باي، ممتاز أحمد، هو المسؤول عن تكوين الرابطة باي. ولذلك الإجابة الصحيحة للي متابع معي، بلال تفضل أشر لي الإجابة الصحيحة يا بلال بعد الكلام اللي أنا قلته قبل شوي. بلال تفضل، أعطيتك القلم أخوي بلال، مرة ثانية يا بلال ما هي واضحة. أحسنت، فعلا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأخيرة، الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأخيرة زي ما وضحت أنا هنا في الدرس أو في الصفحة هنا. تداخل جانبي بين بي وبي يعطيني دائما يا اخوان الرابطه بي، الرابطه باي عفوا باي لا تتكون ابدا الا بالتداخلات الجانبيه بين بي وبي. طيب اذا كان تداخل راسي، يعني شوف راس براس، هنا راس مو بجانبي جنب بجنب، اذا كان تداخل راسي يعطيني رابطه سيجما. احسنت يا بلال. العوامل المؤثره على قوه الرابطه التساهميه، الرابطه التساهميه هذه في عوامل تؤثر في قوتها زياده او نقصان. أول شيء طول الرابطة، طول الرابطة هي المسافة بين ذرتين، بين نواتي الذرتين. طول الرابطة لاحظوا النواة من هنا إلى هنا والنواة من هنا إلى هنا، نجد أن في الأسفل اللي في الأسفل رابطة قصيرة واللي في الأعلى رابطة طويلة. كلما قصرت الرابطة كانت أقوى، كلما قصرت الرابطة كانت أقوى. إذا حدد طول الرابطة بين الذرات، هي المسافة بين النواتين، بين هذه وهذه، بين النواة على اليمين والنواة على اليسار. طيب على ماذا يعتمد طول الرابطة؟ طول الرابطة هذا اللي هو مسافة من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا يعتمد على إيش؟ يعتمد على حجم الذرات. لاحظوا حجم الذرة إذا كان كبير فطول الرابطة راح يكون كبير، وعلى عدد الأزواج الإلكترونية المشتركة. إذا يعتمد طول الرابطة على نقطتين، على حجم الذرات وعدد الأزواج الإلكترونية المشتركة. في تصويت أتمنى الجميع يشارك معي فيه حتى تأكد فقط أن الجميع كان منتبه معي في النقاط السابقة. تصويت يا شباب الآن. أحمد واضح يا إخوان الصوت والصورة واضحة؟ رجاء يا إخوان أي ملاحظة على الصوت والصورة علمونا. جزيء النيتروجين يكون رابطة تساهمية أحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية؟ أبغى أتأكد فقط أن إحنا ماشيين كويس وأن الكلام اللي نقوله أنه واضح. واللي يصوت يا إخوان لا يجاوب على عفوا لا يوقف شات. يا أختي أمة الله، يا أخوان في أحد عنده نفس المشكلة اللي عند أمة الله؟ في أحد عنده نفس المشكلة؟ واضح أن الجميع مشارك معي في التصويت. إذا المشكلة عندك يا أمة الله في النت، معلش أمة الله، أختي أمة الله ما ودي والله تسمعي الكلام، بس يا ليت تطلعين وترجعين أو غيري المتصفح.
ما ودي والله يعني اطلعي اطلعي من ال ممتاز، اجابتكم يا اخوان جميله جدا. طب غير المتصفح حمد الله. لا ما هي داخله من جوال، لا ما هي داخله من جوال، داخله من لابتوب. غير المتصفح اختي حمد الله. طيب غريب غريب يعني يا اخوان، اذا صارت مشكله تكون على الجميع مو على واحد بس. طيب الاجابه جدا موفقه للجميع، اجابه صحيحه. هو فعلا جزيء النيتروجين يكون رابطه تساهميه ايش؟ يكون رابطه تساهميه ايش؟ ثلاثي. ممتاز احسنتم، اذا رابطه تساهميه ثلاثيه احسنتم ممتاز. الشريحه واضحه امامكم الان يا اخوان، الشريحه واضحه امامكم ممتاز. طيب ابغى اشرح العلاقه الان بين نوع الرابطه وطولها، نوع الرابطه وطولها. لاحظوا هنا رابطه احاديه، هنا رابطه ثنائيه، عفوا ما هي مشوشه ما هي واضحه، هنا رابطه ثنائيه وهنا رابطه ثلاثيه. لاحظوا أطوال الروابط، الرابطة الأحادية 1.43، اتركوا 10 ماينس 10 متر، اتركوها الآن، بس ركزوا لي على القيم اللي على اليسار هنا. إذا طول الرابطة اف اف هذه طولها 10 اس 1.43، مو بيكم متر، بالمتر الآن عندي. طول الرابطة في الأكسجين 1.21، إذا أقل. ممتاز ينقص الطول يا بلال أحسنت. طول الرابطة الثلاثية 1.10. إذا لاحظوا الرابطة الأحادية أقوى من الرابطة الثنائية، عفوا الرابطة الأحادية أطول من الرابطة الثنائية، والرابطة الثنائية أطول من الرابطة الثلاثية. إذا الرابطة الأحادية دائما أطول من الثنائية، والرابطة الثنائية أطول من الثلاثية، ولذلك أطول رابطة هي الرابطة إيش؟ الأحادية، ثم الرابطة الثنائية، ثم الرابطة الثلاثية. ولذلك راح نشاهد أن هناك تناسب عكسي بين طول الرابطة وقوتها، تناسب عكسي. راح نجد أن أضعف رابطة هي الرابطة الأحادية، ثم تليها في الضعف الرابطة الثنائية، وأقوى رابطة راح تكون الرابطة الثلاثية. إذا زي ما قلنا راح يكون في تناسب عكسي بين طول الرابطة وقوتها، زي ما توضح لنا الشريح القادمة. طاقة الرابطة، يعني طاقة الرابطة يعني قوة الرابطة، يعني عشان أكسر الرابطة هذه كم أحتاج؟ بماذا تعرف الطاقة اللازمة لكسر رابطة تساهمية معينة؟ تعرف باسم طاقة الرابطة. إذا تعريف طاقة الرابطة ما هي مشكلة مثل الله. تعريف طاقة الرابطة هي الطاقة اللازمة لكسر رابطة تساهمية معينة، يعني كم أحتاج من طاقة عشان أكسر الرابطة هذه؟ كم أحتاج من طاقة عشان أكسر الرابطة هذه؟ بالتأكيد غير متساويين. طاقة الرابطة، ما نوع العلاقة بين طاقة الرابطة وقوة الرابطة الكيميائية؟ العلاقة عكسية، ولذلك لاحظوا معي الرابطة الأحادية حتى أكسرها أحتاج إلى 159 كيلو جول للمول الواحد، لكن شوف الرابطة الثنائية عشان أكسرها أحتاج إلى كم؟ أحتاج إلى كم؟ 498، إذا طاقة أعلى. طب الرابطة الثلاثية عشان أكسرها أحتاج إلى كم؟ 945، طاقة أعلى. إذا يا إخوان زي ما أكدنا كثيرا، كلما زاد عدد الروابط زادت الطاقة أو طاقة الرابطة. الآن حدد الجزيء الذي يحوي على رابطة أقوى. ممتاز العنود، ممتاز. الآن يقول حدد الجزيء الذي يحتوي على رابطة أقوى. أنا بسهلها لكم، بعطيكم إياها بتوضيحات معينة، بإيحاءات معينة، وراح تكون واضحة جدا بمجرد أني أعطيكم الإيحاءات. يعني هو يقول وين اللي رابطة أقوى؟ الكبريت يقع في نفس مجموعة الأكسجين، يعني ما ينطبق عليه ينطبق على الأكسجين في عدد، عفوا هذا بالنسبة للكبريت. البروم يقع في نفس مجموعة، عفوا يحيط نفسه برابطة أحادية البروم. الفوسفور يقع في نفس مجموعة النيتروجين، إذا نحط نفسه برابطة ثلاثية. أحمد خالد، تفضل أحمد. الآن يا إخوان أبغى أحمد زميلكم يحدد لي وين اللي الرابطة أقوى، وين اللي الرابطة أقوى. أحمد أخوي القلم معك، أخوي أحمد القلم معك، أحسنت.
دائما الرابطة الثلاثية زي ما قلنا كثيرا أقوى من الرابطة الثنائية وأقوى من الرابطة الأحادية. ممتاز، أحسنت أحمد. طيب نبغى طالب يحدد لي الآن أو طالبة وين أضعف الروابط، عفوا وين أطول رابطة، معلش أطول رابطة أقصد، أطول رابطة. العنود تفضلي بلال، نترك مجال، تفضلي العنود. سؤالي مرة ثانية، أطول رابطة وينها؟ أطول رابطة. العنود القلم معك. ممتاز، أحسنتي. إذا فعلا دائما الرابطة الأحادية هي أطول رابطة وهي في نفس الوقت أضعف رابطة. الرابطة الثنائية دائما حالتها وسط، لا هي أقوى رابطة ولا هي أضعف رابطة. ممتاز، الأقصر دائما أقوى. ممتاز. ما هي العوامل المؤثرة على طاقة الرابطة التساهمية؟ طول الرابطة، وقلنا لكم يتناسب عكسية مع طاقة تفكك الرابطة، وأيضا تفكك الرابطة التساهمية يحتاج إلى طاقة، تكون الرابطة التساهمية تنتج، تكون الرابطة التساهمية دائما ينتج طاقة. يا إخوان دائما تكون الرابطة التساهمية وتكون الرابطة الأحادية عفوا الأيونية من التفاعلات مكونة للرابطة. طيب سؤالي هنا، طبعا أنا سبقت على السؤال، نبغى واحد يجاوبه مرة ثانية، ما عندي مشكلة. حدد الجزيء الذي يحتوي على الرابطة أطول. بلال، نعطي بلال الآن. بلال، بلال أخوي بلال معي. بلال وين الجزيء الذي يحتوي على الرابطة أقوى أطول عفوا أطول؟ هذا نفس التمرين السابق. ممتاز، إذا هي البروم رابطة أطول، سبق الحديث عن هذه الشريحة في شرائح سابقة. أنواع التفاعلات، عندي نوعين من التفاعلات، تفاعل ماص للطاقة وتفاعل طارد للطاقة وطارد للحرارة. متى يكون التفاعل ماص؟ عندما يكون طاقة تفكيك الروابط أكبر من طاقة تكوينها. متى يكون التفاعل طارد للحرارة يعني منتج الحرارة يعني إكسوثيرميك؟ عندما تكون طاقة تكون الروابط أكبر من طاقة تفكيك الروابط، يعني عكس تماما التفاعلات الماصة. إذا أنواع التفاعلات ماص للطاقة وطارد للطاقة، طاقة تفكيك الروابط تكون أكبر من طاقة تكوين، وهنا طاقة تكوين تكون أكبر من طاقة التفكيك. طيب يا إخوان، هذا التمرين سبق الحديث عن تمرين مشابه له في الدرس الماضي، في عفوا مو درس ماضي، في درس اليوم في بدايته. أبغى الجميع يتفاعل معي ويحدد لي إيش نوع الرابطة هذه، سيجما باي سيجما باي سيجما باي سيجما باي سيجما باي، سبق الحديث عنها. العنود تفضلي. أنا أول واحد يظهر لي بالقلم هنا أعطيه إذن، إلا إذا كان يعني مشارك معي كثير أبغى أترك المجال لغيره يعني. العنود تفضلي. العنود أبغاك تحددي لي فقط يا العنود هنا، عفوا ابدي من هنا، ابدي من هنا العنود. العنود القلم معك. الرابطة الأحادية دائما تأخذ نوع ثابت، هو إيش؟ سيجما. يا محمد صلاح أخوي محمد، شوف الشريط اللي على يدك اليسار، مرة على يدك اليسار، أمت الله ممتاز. شوف الشريط اللي على يدك اليسار، واضح محمد؟ فيه أيقونة قلم تحت السهم مباشرة، اضغط كليك عليه، اضغط كليك بالماوس، اضغط كليك عليه وروح على المربع واكتب بالماوس، حرك الماوس بس، واضح؟ انا بعطيك الان الاذن، انا بعطيك الاذن. شكرا للعنود، العنود شكرا. خلاص انت خليها سيجما، ممتاز. ليش مسحتيها بس؟ محمد صلاح تفضل اخوي محمد. محمد شنو الرابطة هنا؟ شوف الان اضاء عندك، الان اعطاك اوكي. محمد معي؟ أمت الله شوي بس يا أمت الله، أنت ما يظهر معك صح؟ لا شوف اللي فوق تحديد نص، اللي فوق تحديد نص مباشرة. أنت وين رحت غيرت شرايحنا؟ الله يهديك يا محمد. طيب محمد إن شكلك بتحفز علينا الدنيا يا محمد. طيب شكرا يا محمد، شكرا. أنا لما أعطيك إذن يا محمد أعطيك إذن على أشياء كثيرة على فكرة، فأنت طيب شكرا يا محمد. معلش، شلون زانت الأمور معك يا أمت الله؟ طيب كويس، ليتنا اعطينا المشكله عند محمد يعني. طيب كويس، شكرا يا محمد. محمد معليش تفاهم اياك بكره يا محمد الفصل. يزن يزن، يلا يزن، يلا يزن يزن، اعطيتك ايقونه القلم يزن. هذه ايش نوعها يزن؟ الرابط دائما الاعلى. ممتاز، باي، احسنت. طيب يزن بما ان القلم معك أنا راح أستغل يزن، هنا الرابطة شنوعها يزن؟ رابطة أحادية، ودائما راح الرابطة الأحادية تاخذ نوع رابطة من نوع إيش؟ سيجما، أحسنت يزن، شكرا يزن.
أمة الله تفضلي، أمة الله راح نعوضك يا أمة الله اليوم. أمة الله تفضلي، القلم معك. أعطينا الرابط اللي في النص هنا يا أمة الله، والرابطة الأخيرة إيش نوعها، سيجما أو باي؟ هنا إيش نوعها، سيجما أو باي؟ ممتاز، أحسنت يا أمة الله، ممتاز، بارك الله فيك، أحسنت يا زين، أحسنتم يا شباب، بارك الله فيكم. هنا يا إخوان، هذا يعني أقدر أقول هو ملخص لسبق الكلام عنه في دروس ماضية. الرابطة الأيونية وين الشكل اللي يرتبط معها؟ والرابطة الفلزية وين الشكل اللي يرتبط معها؟ والرابطة التساهمية الأحادية السيجما وين الشكل؟ لاحظوا اس وبي، وقلنا اس وبي دائما، الاس دائما يكون رابط من ايش؟ والرابطة التساهمية العديدة وين الشكل اللي يرتبط معها؟ هاي يا اخوان، بلال حمصي تفضل يا بلال، انا بعطيك واحدة يا بلال مو كلها يا بلال. أمة الله طولي بالك، أمة الله علي، ما ودي اقول ليت ما فتح معك. طولي بالك علي يا أمة الله، راح تجاوبيني يا أمة الله. بلال حمصي تفضل بلال. لا لا خلاص يا أمة الله، يلا بلال، بلال اخوي، الرابطة الأيونية وصل الرابطة الأيونية بشكل، لا لا بلال انت وصل الرابطة الأيونية بشكل ينسب، ابدأ بالرابطة الأيونية. بلال انت لا تعفس علي الدنيا، الله يرضى عليك يا بلال. بلال يلا، بلال يلا الآن، الرابطة الأيونية وين الشكل يناسبها؟ لاحظ ان كلور وصوديوم شبكة بلورية بلال بسرعة، بلال صوت واضح، صوت واضح بلال. طيب معلش يا بلال، شكرا بلال. طيب اللي تعرفه يا بلال، اللي تعرفه معلش، اللي تعرفه يا بلال بسرعة، اللي تعرفه يا بلال. بس الاختيار اللي قبل شوي كان خطأ يعني، عشان ما اضطر امسح مرة ثانية. تفضل يا بلال، ممتاز. الرابطة التساهمية العديدة، لاحظوا هنا باي وهنا في باي، هذه رابطة ثلاثية، هذه واحد اثنين ثلاثة، ممتاز يا بلال، أحسنت، ممتاز. غير بلال، غير بلال، أحمد خالد أخوي أحمد، تفضل أحمد، وصل اللي تعرفه يا أحمد، اختار واحدة يا أحمد وصلها، أحسنت. الرابطة التساهمية الأحادية، ممتاز. أي تداخل بين اس وبي راح يكون تداخل رأسه، بالتالي أكيد رابطة سيجما، ممتاز أحمد العنود، تفضلي، ممتاز أحمد، تفضلي العنود، العنود القلم معك خير، ممتاز. الرابطة الفلزية، لاحظوا ممتاز العنود، هذه أيونات الفلزات تسبح في بحر من الإلكترونات، وهذا ينطبق، الشكل هذا دائما ينطبق على الرابطة الفلزية وهي إحدى الروابط الكيميائية، ممتاز العنود. أخيرا أمة الله، أخيرا أمة الله، أمة الله قلم معك. طيب الصعب جاي ونشوف، وسنشوف يا أمة الله، سنشوف، يلا أمة الله. الرابطة الأيونية كانت في الأول صعبة يعني، لما ناقشنا فيها من أول يمكن كانت صعبة. الرابطة الأيونية لاحظوا يا إخوان، في أيونات موجبة وأيونات سالبة، واضح؟ تتكون الرابطة فراغ عندما تتداخل المجالات المتوازية وتشترك في الإلكترونات. يلا يا أمة الله جاوبي، ها يلا خلينا نشوف اللي سهلة واللي بسيطة، جاوبي يا أمة الله. مجالات متوازية يا أمة الله، لاحظي متوازية، أها في إشكالية هنا، مجالات تتكون الرابطة في مجالات متوازية بعد، لا للأسف يا أمة الله، هو في الحقيقة الرابطة باي، هي الرابطة باي، مجالات متوازية يعني الجانبية، يقصد بالتوازية هنا الجانبية، وقلنا احنا أي تداخل جانبي يكون الرابطة باي، إذا هي فعلا الرابطة باي. حطي لي إشارة على الرابطة باي، حطي لي إشارة على الرابطة باي، ممتاز. إذا الرابطة باي، اللي بعده العلاقة بين قوة الرابط طول الرابطة، قوة الرابط طول الرابطة بلال. طيب بلال تفضل، ممتاز أحسنت بلال، العكسية. طيب العنود المسافة بين الأنوية عند أكبر قوة تجاذب، النقطة الأخيرة، هل هي طاقة الرابطة ولا طول الرابطة؟ المسافة، لاحظ المسافة، كلمة مسافة على طول تربط بحاجة معينة، هل تربط مسافة بالطاقة أم بالطول أم بالقوة؟ قلم معك في العنود،
ممتاز يا الله، يطول الرابطة. العنود أنا أعطيتك القلم. ممتاز ممتاز العنود، كلمة مسافة على طول 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 الرابطة. الخلاصة، اليوم بإذن الله تعالى احنا حرصنا أننا نعرف ونتعلم كيف تتكون الرابطة التساهمية المتعددة اللي هي الثنائية والثلاثية. ما هي مشكلة، ما هي مشكلة. أيضا كيف تتكون الرابطة باي. بداية يا إخوان، قبل بس ما أنا أحب أعتذر عن الأسبوع الماضي، صار عندنا خلل في الموقع، وزي ما شاهدتوا ودخلتوا كان الموقع تحت الصيانة لمدة أسبوع. الخلل ما كان عندنا في الكيمياء فقط، كان في الكيمياء والفيزياء والرياضيات في جميع محتويات الموقع، حتى في الدروس المسجلة ما تقدر تدخل ولا حتى إنشاء دروس. فنحب نعتذر منكم عن الموقف اللي صار، وأيضا نعدكم إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نعوض خلال هذا الأسبوع. يعني بكرة إن شاء الله راح يكون عندي درس بإذن الله، وبعده وبعده، يعني 4 أيام في الأسبوع إن شاء الله راح يكون عندنا دروس، وقد يتخللها دروس مراجعة لآخر 3 دروس. واضح؟ فكونوا على الموعد وسجلوا لهذا الأسبوع والأسبوع القادم. ممتاز، والله ضروري نشد حيلنا. ممتاز، الله يعافيك يا زين، تسلم. طيب أرجع الخلاصة بس، كيف تتكون الروابط التساهمية المتعددة الثنائية والثلاثية؟ عرفنا كيف تتكون، وكيف تتكون الروابط باي؟ ما هي العوامل المؤثرة في قوة الرابطة التساهمية؟ ما هي العوامل المؤثرة في قوة الرابطة التساهمية؟ عرفنا هذه النقطة أيضا، وأيضا عرفنا تعريف طول الرابطة التساهمية وطاقة الرابطة التساهمية. هذه كلها يا إخوان مرت علينا في درس اليوم، وحرصنا أنها تكون أمورنا أو عفوا دراستنا فيها متزنة وواضحة. لمشاهدة الدروس المسجلة أرجو من الجميع، الحمد لله كويس، الحمد لله يا العنود، ممتاز، جزاك الله خير يا عمة الله، الله يعافيك يا زين، تسلم، جزا الله الجميع خيرا يا إخوان. والله مجموعة الواحد فعلا فعلا يتحمس ويتشجع ويعني يحرص أنه يتابع معها أول بأول. الله يعطيكم العافية جميعا. وطبعا الدرس خلص من 3 دقائق، بس انا مددته 5 دقائق لان الدرس فعلا ممتع بوجودكم. والله يعني بلا وجودكم يمكن اخلص الدرس في 20 دقيقه ولا ربع ساعه، لكن التفاعل، الدرس تفاعلي، يعني انا اناقش وانتم تجاوبون، انتم تسالون وانا اجاوب. جزاكم الله خير يا شباب، والف شكر هذا الحضور العطر، عطرتم مساءنا، وامطار بركه وخير باذن الله تعالى لنا ولكم. موفقين باذن الله تعالى، والله يسعد مساكم وجميع أوقاتكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.